بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نشرح على هاي المدفع الكهربائية، هل ممكن أن نجري لها صيانة بدون استخدام الكهرباء 220؟ يعني نقدر نحدد العطل من خلال الفحص. راح نجرب على هاي المدفع. طبعا هاي المدفع صاحبها جابها قال بها عطل وما عرفت العطل وين. زين، هسه أنا أول شيء أستخدم الأوميتر على وضع الجرس، بشوفونه على وضع الجرس، هذا وضع الجرس. المرحلة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نحكي على كيفية تصليح المدفع الكهربائية بدون استخدام الكهرباء 220. يعني اكو ناس تخاف من استخدام الكهرباء حتى تفحص، فالبديل هو جهاز الأوميتر. راح نجي نخليه على وضع الجرس، تشوفونه الجرس او الدايود، نجي نخليه على بلاك الكهرباء. المرحلة الاولى نسوي بالفحص. دائما تقدر تعرف الازرار او السويتشات عاطلة ولا شوف، لاحظ هسه هاي عندنا قوية وهاي رأسا تجيك راخية جوا ايدك راخية. هذا اول شيء عطل معناته بالسويتش. على كل راح نخليه على وضع الاون. زين، نجي نضغط على هذا التلامس، المفروض هنا يصير عندك قراءة اوم. زين، هسه راح نعرف شلون قراءة الاوم. يعني هنا تقريبا كل شمعة تقرأ تقريبا من 80 الى 100 تقريبا او 110، راح نشوف حسب المقاومة اللي هم مخليها. فاذا ضغطنا هاي الالية لانه المفروض صوبة تكون عمودية واقفة، السويتشات على الاون وهنا على الكهرباء مخلينها، يعني على البلاك سويتش، فماكو اي توصيل. اذا الاحتماليات اللي راح نتبعها بالسرعة، اول شيء احتمال قطع بالواير او ضرب بالفيوز، هذا راح نشيك هذا من نفتح هاي اسمه. احتمال عطل هاي الالية تقطع التوصيل، الاحتمال الاخر عطل بالسويتشات، والاحتمال الاخير العفو اللي قبل الاخير قطع بالتسليك الداخلي، والاحتمال الاخير هو قطع بسلك التسخين اللي بداخل هاي الشمعه. فراح نجي نتبعهم بالتسلسل حتى نوصل الى نتيجه معينه. راح نفتحها هاي البراغي من هذه، شوفوها هاي البراغي، واكو برغي هنايا براغي بالخلف، نفتحهم نشوفكم شكو بالداخل. من نجي نشوف الفكره مالته، هذا مصدر الكهرباء 220، طرف داخل وين للمايكرو سويتش، طرف طالع وين رايح، الطرف الابيض اللي هو رايح وين على الحار، الحار وماخذين من الحار للدقمه الثانيه، يعني السويتش الثاني حتى يسيطر على الشمعات. البارد اللي هو الخط الازرق موصل للخط الاحمر وعابر من جوه المدفأة رايح للجهه الثانيه حتى يغذينا الشمعات بالبارد كليتهم. هاي راح اسمكم اياها بالتفصيل بالربط مالتهم. مستخدمين هاي الشمعتين الفوق والجوة، رابطيهن شطل، ماخذيهن وين على سويتش، والبنص على سويتش. اذا هذين الاثنين يشتغلن سوية وهاي تشتغل وحدها، هاي طريقة الربط مالتهم. زين عيني، فاول شيء راح نسوي هو نفحص توصيل الواير هذا ادنى والازرق، كل واحد ويا طرف بلاك سويتش، نفحصهن. اول شيء اذا ما لقينا بيه مشكلة نجي نفحص هذا السويتش، نخلي الشطل هناية وندوسه ونشوفه يوصل لو لا. آخر شيء نجي على الدقمة أو هذا السويتش، وآخر شيء نجي على الأسلاك نظيفات ما بيها شيء، إذا نشوف التسليك مالتها. راح نجي هسه وحدة راح نجي قلنا أول طريقة نفحص أكو توصيل من هنا لهنا، لأن هاي هواي شغلات هواي الناس يغفلون عنها. راح أجي أفحص طرف من هنا وطرف ويا الحار، حار اللي داخل هنا، حار او بارد مو مشكلة، ويا هذا السويتش لاحظوا ماكو، ويا الثاني ماكو. اذا هاي اول شيء اكو قطع هنا، راح اجي افحص الخط الثاني اللي هو الازرق اللي هو البارد، راح اجي اوصله هنا واشوف منه لاحظ اشر عندي الأوميتر. اذا هاي اول مرحلة عندي قطع هنا. زين، هسه شو سواني اجي اشوف المراحل الاخرى اللي اقدر افحصها احدد العطل بيها. المرحلة الاولى راح اجي افحص، هسه حددنا العطل هنا بس حتى يستمر الفيديو حتى تعرفون شنو شلون افحص الطريقة. راح اجي اشوف هذا المايكرو سويتش،
هاي المايكرو سويتش المفروض هالشكل ما يشتغل. من الدوسة راح تدوسه، لاحظ اذا شيل يدك اشتغل، اذا هذا ما بيشيل، هذا صالح 100%. هذا المرحلة الثانية. نجي على السويتشات، راح اجي اشوف هذا السويتش يشتغل لا لا، راح اجي اخرجه برا. يعني هاي الطرق كلها سهلة حتى تقدر تشتغل بدون كهرباء. هاي اكو كبسات هنا تضغطها وتطلعها للخارج. شو راح اسواني؟ راح اجي افصل طرف من هاي واجي افصل الطرف من هنا. وهذا اني هم افصل، يلا حتى تبين عندكم كاملة. اجي هسه على وضع الصفر. وضع الصفر المفروض هذا ما يأشر بين وحدة ووحدة. زين عيني، راح اجي اشغل. لاحظ اشتغل عندي، اذا هذا يشتغل. اجي على الثاني، وضع الصفر، هذا الصفر ما يأشر، اشغل، هذا اشر مباشر، تلاحظون اشر مباشر. زين هذا ليش ما اشر؟ تلاحظون ليأشر مثل المقاومة. إذن هاي عاطلة، هاي اللي قلنا عليها كانت راخية. هاي طريقة الفحص، هاي أكو رخاوة بيها فبدا يسوي توصيل، مفروض يوصل مباشر. هاي وصل مباشر. بعد ما حددنا عطل هذا السويتش مفروض يقرأ صافرة. زين نجي على نحدد الهيترات يشتغل ولا لا. عندنا هذا خط البارد، البارد اللي رايح وين؟ للأخيرات، موصل بيناتهم شنابر. نجي أفحص ويا واحد، لاحظ طرالي 66. هذا شنو ده يقرا لي؟ شمعتين 66. زين علي، اجي افحص ويا هاي 132. لاحظ اذا هاي الشمعه الوحده 132. زين علي، وهنا قرانا 66 لانه راح يربطن على التوازي، ربط على التوازي تقل المقاومه. فاذا تاكدت بانه شمعاته ما بي شيء، عطل بالسويتش، عطل بالتوصيل راح افتحه. احتمال هذا بي فيوز، اذا بي فيوز تلقاه قاطع من جهه معينه وحده. لاحظ بي فيوز، اجي افحص الفيوز هذا اشوفه يوصل لو لا. راح اجي افحص الفيوز، الفيوز يشتغل. اذا احنا قلنا العطل وين؟ الازرق موصل. زين الاحمر او القهوائي ما موصل. اذا اكو عندنا قطع بالواير، هاي المرحلة الأولى قطع بالواير. زين راح نسوي قطع الواير ونسوي نبدل السويتش بسويتش جديد ونشوف النتائج. هنا جبت واير الفحص مالتي وعفت الواير الأصلي وبدلت السويتش. هذا سويتش بوحدة مشتركة، هنا القديم باثنين، فالواحد نفسه هو هذا كانوا مشمبرينه. أنا خليت طرف واحد والثاني تيبته خليته لهناية. بعد ما بدلنا السويتشات راح اجي على واير السيريس افحص حتى لا يطول الفيديو. راح اجي اشغله على وضع الجرس، لاحظ هنايا راح ندوسها، لاحظ قرانا 48. خلينا نكمل قرا عندنا، لاحظ 66 تقريبا. دوس حيل قرا عندنا تقريبا 70. اذا هسه شغلنا مضبوط. هسه ايش راح اسواني؟ راح اجي اربطه على الكهرباء، ما طولت الكهرباء حتى نشوف الامبير مالته ايش قد حتى يكمل الفيديو عندنا من كل. هنا راح افحص على 220، لاحظ قرا عندي تقريبا 5 امبير اللي هي يشتغل المفروض 3 شمعات هذه. هسه نشوفها تشتغل ولا لا. لاحظ احمرن ثلاثتين، لاحظوها. اذا شغلنا صار صحيح. هاي طريقه كلش بسيطه حتى تشتغل بدون الكهرباء. تحياتنا لكم وشكرا لكم.